بالسياسة. وليت يعني عندي رهبة باش نسمع خطابات رئيس الجمهورية. هكا قال أحمد نجيب الشابي ذات مرة عند حديثه عن خطابات رئيس الجمهورية، تصريح ذكرته بعد ما التلات خطابات وكلماته حول التآمر المؤامرات والفتن والفوضى والخروج عن الشرعية دون أن يقدم تفاصيل أو معطيات، والأهم دون وجود ملاحقة قضائية للمتآمرين والعملاء وللتقليل من الرهبة. نبدأ مع هو إيجابي. قيس سعيد يأكد في كل مرة أن المستحيل ليس تونسي، وهو بالفعل محصل ما ينجم يحصل كان في تونس. ومن قبل زادة بحكاية الحمامة اللي تير عليها أحد المسؤولين وقاعدة الطير بفضل التغيير، وصولا لشجرة الزيتون اللي زرعها هو في 19 ديسمبر 2019 في مقر قيادة فيلق القوات الخاصة للجيش الوطني، وأثمرت بعد 7 شهور فقط. وهذه أول زيتون زرعتها وأثمرت معنا في شهور قليل، وهي حاجة تبشر بالخير بالنسبة لمطالب الشعب التونسي. وإن شاء الله مطالب الشعب ستجد طريقها، هذه الزيتونة ستثمر شيئا فشيئا إن شاء الله. الشيء الإيجابي الثاني هو أن الجماعة اللي كانوا في الغرفة المغلقة والمظلمة ولاوا يسهروا ويعملوا في المآدب. أعلموا جيدا سهرتهم وعلموا جيدا مآدبهم. طبعا الإشارة للسهرات والمآدب غير مجاني، لأنه اللي يقول سهرات في تونس يقول أكثر من الزهاء من غادي، واللي يقول مآدب يقول برشا بذخ وبرشا ثرى وأطعمة وأطباق فاخرة مقابل شعب كادح فقير مهدد بالجوع. المهم نرجع لموضوع حديثنا، المكان بالبيلق 21 من القوات الخاصة. الزمان نحن الآن تقريبا جاء الساعة الواحدة الربع. والهدف من الزيارة دليل على أن القوات المسلحة العسكرية التونسية جاهزة في كل وقت وفي كل مكان. وفي الجزء الثاني من جولته الليلية، المكان في وزارة الداخلية. الزمان في الفجر أو في الهزيعة الأخيرة من الليل. والهدف من الزيارة نحن الظروف عادية، ولكن نتحسن للظروف غير العادية التي يمكن أن يهيئ لها بعض الأطراف. وملخص حديث الرئيس أنه هناك من يخطط لإحداث الفوضى في البلاد من خلال الاحتجاجات اللي تقف وراها قوى وأشخاص وقوى المال. نحن نتمسك بالشرعية، نتمسك بالقانون، هناك بعض الاحتجاجات التي تقع في تونس من فعل عدد من القوى ومن الأشخاص ومن قوى المال، كان كمينا مرصودا لقوات الجيش حتى تتدخل. وأكد رئيس الجمهورية أنه لا مكان في تونس لمن يتآمر عليها، وكل من يتآمر على الدولة التونسية ليس له مكان في تونس وليس له مكان حتى تحت ثرى. كلام الرئيس كان على مخططات لإحداث الفوضى والخروج على الشرعية وعلى خطر يهدد البلاد، لكن كالعادة في شكل عموميات، وهو ما يزيد من حيرة بل ومن خوف التوانسة، ويأجج نظرية المؤامرة من جهة ويفتح كل أبواب التأويل وتبادل الاتهامات من جهة أخرى. هذا رأي وتقييمي، لكن شنو رأي السياسيين والخبراء اللي فيهم شكون جماعة الصيفتين سياسي وخبير كيما عماد بن حليمة؟ نعاود نجد التنبيه للأخوانجية، ردوا بالكم، نعرفكم عندكم برشا وانتم تحضروا في البنادر وتسخنوا وتحكيوا على الحرب الأهلية، ردوا بالكم تمسوا أمن تونس. ومن المنبر هذا نوجه نداء لكل أخوانجي غيور على تونس كله إلا البنادر، أسلحة تشطيح الشامل عايشكم لا، وخلينا نركزوا على مصلحة البلاد والمال العام إلى تطبيقي على الجميع على قدم المساواة. وأي مليم أيضا وسأقولها لوزيرة العدل إن شاء الله. اللي قال يحكي عليه رئيس الجمهورية صار من بعد، أما مش مع وزيرة العدل، صار مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي. وأشار الرئيس لاختفاء محضر بحث في ملف قضية متعلقة بحادث مرور سيارة إدارية في كرهبة أنور معروف وزير النقل السابق. يتم تدليس المحضر ثم بعد ذلك يغيب المحضر من أضابير المحكمة الابتدائية بتونس. نغلق بسرعة الملف هذا قبل ما يضيع حتى هو ويختفي، ونشيره فقط إلى أن الأبواب اتفتحت أمام التكذيب. وصل الأمر إلى درجة التلميح من نقابة قيل أنها نقابة موازية إلى فسق من جاء بالنبأ. ونرجع إلى كلام الرئيس نبيل القروي، أوبس غلط، أما غلطة فرحتك سي وسام حتى ولو الثوانية في الطرة هات ما عاش باش نقشوا معكم ما عاش باش جاوبكم. قلت تحدث الرئيس قيس سعيد على المؤامرات والتآمر، وهو كلام أكد رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ في حواره مع إكسبريس أفير.
الاسلام تتامر من الخارج. فما شكون ماهيش مساعدته هذه حكايه الديمقراطيه في المنطقه هذه، وفما شكون زاد من الداخل يتامر على البلاد لانه عنده نفوذ وعنده موارد وعنده مواقع ما يحبش يخسرهم. الفخفاخ اكد انه خذ قرار الاستقاله بمفرده. خذيت قرار الاستقاله وحدي راهو، معناتها خلاف اللي ريت انه البلاد داخله في عركه بين المؤسسات وصراع ريت اللي هو زايد، وهذاك علاش سلمت امانه الرئيس الجمهوريه. اما كان ينجم يقعد رئيس حكومه كان قبل الصفقه اللي عرضتها عليه حركه النهضه. كنت النجم لاخر لحظه جمعتين قبل ما تسقط الحكومه نعملوا انديل طلبوا الكل، معناتها اساسا حركه النهضه رئيس حركه النهضه وقال انه الوضع هذا ما ينجمش يتواصل ويلزمنا ندخلوا قلب تونس في الحكومه. قلت لا. رئيس الحكومه المستقيل قال انه الاطراف المتخاصمه ولاو فجاه يحبوا يحكموا مع بعضهم. العباد اللي كانت تتعارك من في حمله انتخابيه، واحد يقول لا اتحالف مع الفساد والاخر يقول لا اتحالف مع الاسلام السياسي، يوليو قد في مشهد هكا تونس كل تشوف فيه يوليو، معناتها اللي حاربوا على بعضهم باش يكونوا مع بعضهم. اي يحكي عليكم سي وسام. كثر على ما وصف. شكون اللي كثر على ما وصف؟ فخفاخة. ونقولوا لإئتلاف الكرامة اليوم رام كثر على ما وصف. إئتلاف الكرامة أوكي. نرجع للفخفاخ وهذا الخطأ اللي قام به حسب تقديره. سيسيتي أغوفاخ تو واحد يتعلم. سيسيتي أغوفاخ حتى يا خويا أنت لاهي بالكورونا ولاهي بالخطر الداهم على البلاد، اتلهي بروحك قبل. اتلهي بروحك قبل. هذا اللي نحب، هذا اللي وصلونا ليه. إيش رأيك في الأجواء سي وسام الخليف؟ علاش نكدوا على التوانسة؟ علاش جيبوا لهم في النكد؟ بالسياسة.